فمن واقع قراءة للتاريخ وقراءة اللحظة الراهنة، الوقت اللي احنا فيه أصعب وقت. أصعب وقت. الوقت اللي احنا فيه أصعب وقت. بيسموه حتى بتوع الاقتصاد يقول لك القاع الصخري. يعني النهر جف وخلاص وصلنا للصخور اللي تحت. مفيش أسوأ من كده، مفيش أخطر من كده. الأخطر من كده على السودان يعني ربنا يستر، ليبيا ربنا يستر، ادي غزه وادي اسرائيل وايران والدول اللي بيحصل والشرق المتوسط، وعندك الهجومات الهجوم السيبراني انت ما فيش اصعب من كده. ورغم ذلك صامده وواقفه وعايشين وبنكافح وبنقاوم. يعني احنا مستهدفين عشان نتقسم لتشكيل وتقسيم المنطقه دي كلها إعادة من تشكيل اول المنطقة. اعاده تشكيل المنطقه لصالح مين؟ لصالح القوى اللي احنا مش شايفينها انا وانت للاسف. يعني احنا يقول لك الولايات المتحده الامريكيه، امريكا بجلاله قدرها مش قادره توقف حرب باسرائيل. طب هم اليهود اللي بيحكموا العالم ولا عارفه توقف هم الصهاينه اللي بيحكموا روسيا العالم واوكرانيا، ولا عارفه توقف روسيا واوكرانيا. فبالتالي اللي احنا وصلنا لمرحله الحروب، انا اطلقت عليها مصطلح كده الحروب الممله. خلاص بقت يعني انت دلوقتي طويله طويله وممله. يعني حرب غزه خلاص بقت خبر كل يوم بنتناوله، وكم واحد مات النهارده، حصل ايه؟ صح؟ صح. السودان يا جماعه الحرب الاهليه ما شغاله، ما احنا خلاص بقى زهقنا، ما شغال في ليبيا في اوكرانيا للأسف. الحروب الممله، وهذا الزمن اصبح فيه ما يمكن ان احنا نطلق عليه عصر الحروب التي لن تحسم. مش هتحسم اصلا. لا يوجد في الافق نصر حاسم لاي طرف، كله هيبقى تسويات. وفي نظريه جماعه العلوم العلاقات الدوليه بيقولوها اللي هي نضوج الصراعات. يعني هل الحرب اللي في غزه صراع، هل وصل لمرحله النضوج استوى يعني؟ بيقولوا في لحظه بينضج فيها الصراع. ايه هي اللحظه دي؟ قال لك لما كلا الاطراف تتاكد انه لن يستطيع تحقيق النصر الحاسم. لن يستطيع كلا الطرفين تحقيق كل اهدافه. هل ده حصل في غزه؟ يعني نضج الصراع؟ اعتقد الطرفين الاثنين انهكوا. خلاص غزه واسرائيل اتضرت بشكل كبير جدا اقتصاديا وسياسيا وكل حاجه. لا والاخطر من الهجره، الهجره دلوقتي من اسرائيل العكسية. بشكل العكسيه طبعا بشكل كبير جدا، والاخطر الاقتصاد متاثر بشكل كبير أخطر جدا. اخطر كمان في الصوره الذهنيه للناس لاسرائيل طبعاً. عند العالم طبعا ده الاخطر طبعا طبعا. الخساره على قد الفلوس اللي صرفوها على مدار السنين اللي فاتت لتحسين صورتهم قدام العالم، كل ده اتدمر خلاص، ما بقاش موجود. وده الواحد ما كان بيتساءل السؤال ده كتير جدا، هم ازاي مش فارق معاهم صورتهم قدام العالم اللي هم بقالهم سنين بيبنوها؟ اعتقد انه نتنياهو واليمين المتطرف اللي بيحكم اسرائيل بيعكس مجتمع متطرف كمان، خلي بالك طبعا. يعني في ناس تقول لك لا بس نتنياهو ده هو اللي هي الناس في الشوارع في اسرائيل ما قامتش غير عشان خاطر الرهائن مش عشان الشارع خاطر. الاسرائيلي يميني متطرف، والحكومه الاسرائيليه يمينيه متطرفه، ونتنياهو يمين متطرف خلاص. بالتالي ده المزاج العام في اسرائيل. انت ما بتكلم يقول لك اصل الداخل الاسرائيلي اصل نتنياهو لا، غير صحيح. احنا بنفسر غلط. احنا بتركيز ونحط تلسكوب على الداخل الاسرائيلي، الشعب الاسرائيلي شعب متطرف، شعب عنصري، شعب يميني. الكنيسة الإسرائيلي لسه من كام أسبوع اجتمع وقال لا دولة فلسطينية. أيوه. ونتنياهو قال أوسلو كانت غلط ومش هتكرر تاني. بالتالي إسرائيل من الداخل مش فارق معاها صورتها في الخارج. خد بالك. إسرائيل الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش دستور بالمناسبة. مش دستور. والسياسة الخارجية الإسرائيلية بتبنى في الداخل مش في الخارج. أنا بفرض. لانه اللوبي الصهيوني بره واللوبي اليهودي بره والتحكم في مسيطر بشكل كبير جدا، مسيطر. واسرائيل مش فارق معاها كتير قوي صورتها، وهم بيقولوا ان صورتنا بره مهزوزه دلوقتي، هنصرف شويه بشويه تطبيقات من الاي تي والحاجات الجديده دي نرجعها. اغيرها بسهوله جدا والناس بتنسى. هيجيب كم فيديو بالذكاء الاصطناعي عم بتوع حماس وبيقتلوا اطفال، اتقلبت الدنيا وخلصت.